اتفاقية التوأمة التي أمضيت اليوم بين المؤسسات الجامعية الجزائرية وجامعة أسطنبول، هذه الجامعة المرموقة والمرئية على المستوى الدولي، تأتي لتجسيد أو لتقوية العلاقة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري والجامعات التركية من خلال إنشاء عروض تكوين مشتركة، منح شهادات مشتركة، الحركية بين فواعل الجامعية في الاتجاهين، وكذلك تقوية البحث العلمي بالجامعة الجزائرية وكذلك بجامعة إسطنبول، وتقوية الابتكار حتى نحقق الثلاثي البحث العلمي الابتكار وخلق الثروة.